الو اماني، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، اتفضلي يا اماني. يا رب ميرسي جدا انا ذوق حضرتك، ربنا يعزكم يا رب. ميرسي حبيبتي، اتفضلي. حضرتك انا كنت شفت رؤى ان ملك الموت بيتنطط حواليا، وبعدها على طول بقى اقل من شهر والدتي توفاها الله. حبيبتي رحمه الله عليها، الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. المهم ان انا بعد وفاه والدتي بحوالي اسبوعين شفتها واقفه قدام مبنى ازاز واصل للسماء، والمبنى دوت انا واقفه جنبها وهي بتشاور لي اني انا شقتي في الدور الاربعين. انا عندي 44 سنه. بتشاور لي ان انا شقتي في الدور الاربعين، فانا بقول لها يا ماما ده بعيد قوي، انا رجليا وجعاني مش هقدر اطلع السلم. فابتسمت وانا صحيت من الرؤيه. ابتسمت وانا صحيت من الرؤيه. ابتسمت على اذان الفجر. انت متزوجه ولا لا يا اماني؟ اه انا متزوجه وعندي اولاد الحمد لله. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. طب انت في حاجه عندك حاسه انها متوقفه في حياتك، حاسه ان في كرب معين في حياتك، منتظره حاجه بقالك فتره؟ يعني الحمد لله رب العالمين، شان اي حد، مشاكل الناس العاديه، مش حاجه. في حاجه عايزه تنتقلي يعني من مرحله لمرحله او مكان تاني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تمام ان شاء الله. تمام كملي. في رؤيه ثانيه شفتها بعد الرؤيه دي على طول، اني انا داخله امتحان بامتحن، والامتحان دوت انا كان امتحان لغه عربيه. تمام. والناس ابتدت وانا ما ابتدتش، فالمراقب اللي واقف عليا جه قال لي انت ما ابتدتيش ليه؟ قلت له انا ما اعرفش ان الامتحان ابتدى، فقال لي لا حلي بسرعه عشان الوقت. تمام. فلقيت الامتحان ما شاء الله لا قوه الا بالله سهل جدا، وحليته في اقل من 5 دقائق. تمام. وخرجت من اللجنه ومشيت طريق طويل. وبعد ما مشيت الطريق اكتشفت اني نسيت سؤال مهم عليه 15 درجه. في طريق طويل. تمام. نسيت ان انا في سؤال عليه 15 درجه انا ما حليتش السؤال ده، فرجعت اجري احله. تمام. بس صحيت برضه على اذان الفجر وما ما حلتش ما رجعتش احله، يعني ما لحقتش، صحيت وانا في الطريق راجعه. تمام. طيب في حاجه ثانيه يا اماني؟ لا جزاك الله الف خير، ربنا يعزك. حالا هنفسر ليكي، اتفضلي. شوفي يا اماني، اولا ابتسامه مامتك رحمه الله عليها، ربنا يا رب يصبرك يا رب على فراقها. انا شايفه طالما انها جات لك الدور الاربعين اللي شاورت لك عليه، انا شايفه ان في خبر كويس وهيفرحك بدايته يعني في خلال 40 يوم من دلوقتي، والله اعلى واعلم. الرؤيه الثانيه هي انتقالك من حال لحال، والموضوع هيتيسر جدا جدا جدا، بس ما تتسرعيش لانك انت مشيتي طريق طويل وبعد كده رجعتي تاني علشان في ورقه وكده، فخدي بالك من اي حاجه انك انت فيها امضاء ورق، فيها اي حاجه قانونيه، فيها ايجارات ممكن تنقلي او تمليك او كده، خدي بالك من اي ورقه، لان في موضوع ممكن يعني يسبب لك في مشكله لا قدر الله. بس انا شايفه ان في نقله حلوه جدا جدا هتحصل لك، بس خدي الرؤيه تنبيهيه وخليكي دقيقه جدا في معاملاتك بعد كده، وخصوصا اللي فيها اوراق، والله اعلى واعلم. معايا امل. امل.